كلمتي الأخيرة مع نهاية 2019 ومع قدوم 2020 هي نصيحة لكل واحد عم بتابعني. كلام: حب نفسك. لما تحب نفسك ما رح تسمح إنك تكون مع حد ما بيقدرك أو ما بيعرف قيمتك، لا حد ولا مكان. حب نفسك، ما تقبل تكون خطة بديلة أو احتياط أو خيار ثاني لأحد، إما أن تكون الأول في حياة الآخرين أو بلاه. حب نفسك، مشان هيك لا تبرر تصرفاتك لحدا، هي حياتك مو جروب واتساب تقعد تبرر وتشرح. وأساسا اللي بيحبك رح يحبك بكل عيوبك، ويمكن حتى يحب عيوبك. حب نفسك، لا تضيع وقتك مع اللي ما بيستاهل وقتك. حب نفسك، لا تضغط على أعصابك في الجدال والخناق والحسد والغيره. حب نفسك لأنك بكل بساطة تستاهل.